احنا قلنا المرة اللي فاتت ان انا عندي هنا ده الامبريونيك بليت بتاعك، ده بريمتيف ستريك وده بريمتيف نود، وده هيبقى النوتو كورد. قلنا ان في عندي هنا حاجة اسمها الاورال ميمبرين او الباكال ميمبرين، صح الكلام؟ بعد كده اتفقنا ان في عندك حاجة اسمها انترا امبريونيك سيلم، وهذا الانترا امبريونيك سيلم اتفقنا ان هو شكله عامل زي الانفيرتد يو شيب. التو لمبس اللي على الجنبين سميناهم بلورو بيريتونيال كانال، والترانسفيرس لمب ده سميناه بيريكارديال ساك. بيريكارديال ساك. اخر حته في الانترا امبريونيك ميزوديرم بتاعتك دي كان اسمها سيبتم ترانسفيرسا. الحتة اللي كرينيال تو اورال ميمبرين وكودال تو سيبتم ترانسفيرسم اسمها الكارديوجينيك بليت، اسمها الكارديوجينيك بليت. الحتة دي اللي هي كرينيال تو ذا اورال ميمبرين ودورسال وكودال تو سيبتم ترانسفيرسم وفنترال تو بيريكارديال ساك، فنترال تو بيريكارديال ساك، يعني قدام الايه البيريكارديال ساك، اسمها الكارديوجينيك بليت. هذه الكارديوجينيك بليت عباره عن شويه ميزوديرم، لان احنا شغالين ميزوديرم كله، ها قلنا الكارديو باسكولار كله ميزوديرم، شويه ميزوديرمال سيلز هتتجمع مع بعض هتشتغل الشغلانه اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت اللي هي هتعمل انجيوجينيسيس. انجيوجينيسيس يعني هتعمل بلاد فيسلز، هتقوم عامله حاجه زي حرف ال، عامله زي الهورس شو كده، او عامله زي حرف السي، انبوبه زي حرف السي في الحته دي كده، خلوا بالكم ان هي هتبقى فنترال تو ذا بيريكارديال ساك وكودال تو سيبتم ترانسفيرسم وكرينيال تو باكال ميمبرين او اورال ميمبرين، هنسميهم الهارت تيوب او هنسميها الهارت تيوب. هارت تيوب في الاول بتبقى عامله زي حرف زي الهورس شو كده، وبعد كده بتتقسم وتبقى اتنين تيوب انبوبتين، واحده يمين واحده شمال. بعد كده التو تيوبس دولت بيبقوا فيوزد ويز ايتش اذر وتعمل تيوب واحده بنسميها السنجل هارت تيوب. حد معايا؟ يعني كانوا انبوبتين اتحدوا مع بعض بقت انبوبه واحده، بس الانبوبه الواحده دي ليها طرف علوي من اتنين وليها طرف سفلي ايه من اتنين، لان هما كانوا اوريجينال اتنين، يعني هنا كانوا ايه؟ كانوا انبوبتين واحده يمين واحده شمال. الكلام ده فنترال تو ذا بيريكارديال ساك، يعني بيريكارديال ساك ايه؟ وراها خلاص؟ والسيبتم ترانسفيرسم فوق والاورال ميمبرين تحت. هل الامبريو بتاعنا ده بيتن واقف كده؟ ولا بيحصل له فولدنج؟ لما يقوم متني كده، شايفين انا هنا دي الاورال ميمبرين ودي سيبتم ترانسفيرس، مش كلام؟ لما يقوم الامبريو بتاعي يحصل له فولدنج، شايف الاورال ميمبرين طلع فوق اهو والسيبتم ترانسفيرسم نزل تحت. بعد كده الهارت تيوب بتاعتك بقت قدام والبيريكارديال ساك بقى ورا. مش هما هما واقفين، كان العكس؟ كان البيريكارديال ساك ورا والهارت تيوب قدام. لما تتقلب كده الهارت تيوب تيجي قدام والبيريكارديال ساك تبقى ايه؟ ورا. يبقى هنا افتر فولدنج، افتر فولدنج هتبقى الهارت تيوب دورسال تو بيريكارديال ساك، ماشي الكلام؟ يبقى انا عندي لو دي هتبقى البيريكارديال ساك بتاعك اهو، وادي الهارت تيوب بتاعتك وراه. حلو الكلام؟ تيجي الهارت تيوب دي تقوم زق البيريكارديال ساك من ورا.
وتقوم داخله جواه تتنها تزق هتفهم حاجة؟ دي بقى اسمها ايه؟ بيريكارديال ساك ودي مين؟ هارت تيوب ماشي كلام؟ المسافة اللي ما بين الهارت تيوب والبيريكارديال ساك دي مليانة ميزوديرم مليانة ميزوديرم شوية الميزوديرم اللي ما بين البيريكارديال ساك وما بين الهارت تيوب الهارت تيوب بنسميها مايو ايبيكارديال مانتل اسمها مايو ايبيكارديال مانتل ماشي كلام يا شباب بعد كده لما تيجي تاخد التلاتة لايرز دولت مع بعض اول لاير بتاعتك دي هتبقى الوول بتاع الهارت تيوب صح؟ اللاير التانية دي هتبقى المايو ايبيكارديال مانتل اللاير التالتة دي هنسميها الفيسرال لاير اوف ذا بيريكارديال ساك يعني البيريكارديال ساك لما الهارت تيوب تخش جواه هيقوم مقسوم لتو لاير واحدة هتبقى على البيريكارديال مايو ايبيكارديال مانتل وواحدة بعيدة شوية اللي على المايو ايبيكارديال مانتل دي هنسميها فيسترال لير والبعيد هنسميها بارايتال لير واللي بينهم ده هنسميه بيريكارديال كافيتي الذي يحتوي على شويه فلويد اللي هم بنسميهم بيريكارديال ايه فلويد ماشي كلام يا شباب الثلاثه لايرز دولت هم اللي هيعملوا لك الوول اوف ذا هارت انتوا فاكرين المره اللي فاتت قلنا الوول اوف ذا هارت فورمد اوف 3 لاير صح الكلام ايبيكارديال من بره مايوكارديال في النص اندوكارديال منين من جوه يبقى هنا اللي جوه دي اندوكارديوم هتطلع منين الاندوكارديوم يا شباب الاخضر ده ايه يبقى دي هتبقى فروم ذا اندوكارديال هارت تيوب حلو الكلام اللاير الثانيه اللي هتسميها مين مايوكارديوم يبقى المايوكارديوم طالع منين مايو ايبيكارديال ها مانتل مايو ايبيكارديال ايه مانتل بعد كده الايبيكارديوم هتطلع منين من الفيسرال لير اوف بيريكارديال ساك اوف بيريكارديال ساك حد فاهم حاجه يبقى الهارت بتاعك بيطلع من ثلاثه سورسز اندوكارديال هارت تيوب مايو ايبيكارديال مانتل والفيسترال لاير اوف ذا بيريكارديال ساك الثلاثه دولت هيدوك الثلاثه لاير اوف ذا هارت نعم ايه المايو ايبيثيليوم ده فيه شويه صغيرين انا مش عايز ادخل في ديتيلز فيهم في هنا حته صغيره هنا في حاجة صغيرة كده ما بين المايو ايبيكارديال مانتل نرسمها بالاسود ما بين المايو ايبيكارديال مانتل وما بين الاندوكارديال هارت تيوب اسمها الكاردياك جيلي اسمها الكاردياك ايه؟ جيلي ممكن دي اللي تعمل المايو ايبيثيليوم بتاعها فأنا مش عايز أدخل في ايه في التفاصيل الزيادة الذي يدمن لازم كفاية أنا عندي في حاجة اسمها الكاردياك جيلي بتفصل ما بين المايو ايبيكارديال مانتل وما بين الاندوكارديال هارت تيوب مش مهم قوي انا عندي ثلاثه لاير اهم 1 2 3 اندوكارديوم مايوكارديوم وايبيكارديوم الاندوكارديوم من الاندوكارديال هارت تيوب وبعد كده المايوكارديوم من المايو ايبيكارديال مانتل وبعد كده هيبقى عندك الايه ايبيكارديوم من الفيسترال لاير اوف ذا بيريكارديال سيك حلو الكلام هنا الهارت تيوب بتاعتك دي لما بتخش جوه البيريكارديال ساك ده بيريكارديال ساك اهو كومبليتلي كلوزد ساك ماشي؟ دا
ده البريكارديال ساك. الهارت تيوب بتاعتك خلينا نصغره شويه. حد مش عاجبه الكيس يعني ولا حاجه؟ ادي البريكارديال ساك وادي الهارت تيوب. ماشي، هارت تيوب بتاعتك هتخش كده، هتزق البريكارديال ساك بتاعتك وتخش جواه كده، صح الكلام؟ هل هي فتحته؟ لا. هل هو اتفتح؟ لا. يبقى كومبليت كلوزد ساك، صح؟ فورمد اوف تو لير. ادي لير بره بنسميها بارايتال، ولير عليه بنسميها ايه؟ فيسر. لما الهارت تيوب بتاعتك تخش جوه كده، تخش جوه البريكارديال ساك كده اهو، وتلف حواليه، ده البريكارديال ساك اهو، والهارت تيوب دخلت جوه، وفي لير قابلت بعضها من ورا. اللير اللي ورا دي لما الهارت تيوب جت ودخلت جواها قامت عامله فولد كده، فورمد اوف تو لير، صح ولا مش صح؟ الفولد اللي فورمد اوف تو لير ده بنسميه دورسال مايوكارديوم. اسمه دورسال ايه؟ مايوكارديوم، او دورسال ميزوكارديوم. دورسال ميزوكارديوم. الهارت تيوب بتاعتك دي ما بتتنهاش واقفه كده، لا ده هي بيحصل لها فولدنج، قلنا عشان هي عماله يحصل فيها كونستريكشنز عشان تكون الهارت تشامبرز، وبعدين البريكارديال ساك بتاعتك ليميتد مش مخليها تكبر جواه، فهنا الهارت تيوب بتاعتك هتقوم لف على نفسها كده. ماشي، هنا في فولد من ورا فورمد اوف تو لاير ماسك الهارت تيوب، اسمه دورسال ميزوكارديا. الدورسال ميزوكارديا ده بعد كده بيجي يتقطع من النص، يحصل فيه ابزوربشن من نص كده، يخلي الناحية اليمين من البريكارديال ساك تكومينيكيت مع الناحية الشمال من البريكارديال ساك. هو انت في الاول لما تمشي في البريكارديال ساك ده تعرف توصل من هنا لهنا ولا الحتة اللي ورا قفلاه؟ الدورسال ميزوكارديام قفلاه، صح الكلام؟ يعني انت تمشي بايدك كده تيجي تصد هنا، تيجي تمشي بايدك كده تصد هنا، الحتة اللي ورا دي لما تتفتح انت ممكن تيجي وتقوم مدخل صابعك جوه كده، ماشي الكلام؟ الحته دي اللي اتفتحت في الدورسال ميزوكارديوم بنسميها ترانسفيرس ساينس اوف بيريكارديا. اسمه ايه؟ ترانسفيرس ساينس اوف بيريكارديا. شفتوها في الاناتومي ولا ما شفتهاش؟ يعني انا دلوقتي الهارت تيوب بتاعتك دي ليها ابر اند ولور اند. الابر اند بتاعتك ارتيريال واللور اند بتاعتك فينس، ماشي؟ الابر بتاعتك دي بتبقى ارتيريال واللور بتبقى ايه؟ فينس. الارتيريال اللي فوق دي هيبقى فيها الاسندنج اورتا والبلمونر ترانك، والفينوس اللي تحت دي هيبقى فيها سوبير فينا كافا وانفير فينا كافا. حلو الكلام؟ يعني انت لما تيجي تقلب الهارت تيوب بتاعتك كده هيبقى في عندك ابر اند ولور اند. الابر دي ارتيريال واللور دي ايه؟ فينوس. ماشي الكلام؟ هنا لما اجي بقى اقطع الحته اللي قدام دي عشان ادخل في البيريكارديال كافيتي، مش احنا لما بنيجي نفتح بنقوم شايلين البرايتال لير او بيريكارديوم واشوف الهارت كده متغطي بالفيسرال لير، ماشي؟ لو جيت حطيت ايدي هنا ما بين الارتيريال وما بين الفينس كده، دي الارتيريال ودي الفينس، يعني تحط ايدك قدام السوبيريور فينا كافا وتحت الاسندنج اورتا وتدخل صبعك كده، يبقى انت بتدخل في حاجه اسمها ترانسفيرس ساينس اوف بيريكارديا. اسمه ترانسفيرس ساينس اوف ذا ايه؟ بيريكارديا، اللي هو تدخل قدام السوبيريور فينا كافا وورا البالمونر ترانك والاسندنج اورتا. وساعات بيجي في الامتحان يحط فيه بروب كده، تبص تلاقي فيه حته سلكه او حاجه اله محطوطه كده ما بين الاسندنج اورتا من قدام والسوبير فينا كافا من ورا، يعني يبقى قدام السوبير فينا كافا ورا الاسندنج اورتا، ده نسميه ترانسفيرس ساينس اوف بيريكارديا، وده فورمد علشان حته ابزوربشن اوف ذا دورسال ميزوكارديا.
فاهمين يا شباب؟ في حاجة تانية اسمها الأوبليك ساينس وبريكارديا، ما تنسوش ان دي كده، دي كانت مقفولة. ها؟ لما باجي افتحها اجي كده اشيل الهارت على ايدي خلاص وادخل من تحته، ايدي دي هتعدي لفوق ولا هتصد؟ صح، عشان دي بقت ريفلكتد كده. الحته اللي انت دخلت فيها دي وصبعك صد فيها دي بتسميها الاوبليك ساينس وبيريكارديا، اسمها الاوبليك ساينس وبيريكارديا. هنا انت داخل في الاوبليك ساينس وبيريكارديا شايل على ايدك مين؟ مين انهي حته في الهارت؟ الليفت فنتريك اللي اترفع فوق اهو خلاص. اللي تحت ده هيبقى الاتريوم، هيبقى ايه؟ الاتريوم، لان ده الارتيريال سايد وده الفينوس سايد، الاتريوم هتبقى تحت. يبقى انت هنا بتشيل على ايدك الايه؟ الليفت اتريوم. يبقى هنا الاوبليك ساينس بتاعتك من فوق هيبقى في عندك الليفت اتريوم، من تحت بيبقى في حاجه تانية اسمها الاسوفيجاس في البوستيرور ميدياستاين. حد فاهم حاجه يا شباب؟ ماشي الكلام. دي الفورميشن بتاعه البيريكارديال ساك والفورميشن اوف ذا ترانسفيرس ساينس والاوبليك ساينس اوف بيريكارد. نيجي بقى عشان احنا كده شكلنا بنتدلع ومتاخرين، نشوف الهارت تيوب ماذا سوف يحدث فيها، ايه اللي تشينجز اللي هتحصل في الهارت تيوب. الهارت تيوب بتاعتك هيحصل فيها الونجيشن، وهيحصل فيها فولدنج، وهيحصل فيه الفورميشن اوف ذا شامبرز. ادي سنجل هارت تيوب، اللي فوق دي ارتيريال اند واللي تحت دي فينوس اند. هيحصل فيه كونستريكشن، خنقه، عشان تكون تو تشامبرز. مش دي لما تتقسم بكونستريكشن هتبقى اتنين. اول كونستريكشن يحصل بيحولك الهارت تيوب الى تو تشامبرز. الاولاني ده اصحوا معايا اسمه بالبس كورديس، والتانية اسمها فنتريكل. لا احنا خدنا بقى الهارت تيوب وسيبنا انا من الفولدنج واللي حصل خلاص. احنا خدنا الهارت تيوب هنشتغل عليها، وما ننساش ان في قدامها بيريكارديال ساك، وهي دخلت جوه البيريكارديال ساك وعملت الترانسفيرس ساينس والاوبليك ساينس. احنا عايزين نشوف بقى الهارت تيوب دي ماذا سوف يحدث فيه. هيحصل فيه كونستريكشن توم اسمها نصين، بالباس كورديس وفنتر. بعد كده في كونستريكشن تاني يجي ناحيه الفنتريكل، يوم قاسم الهارت تيوب لثلاثه. هيبقى في عندك بالباس كورديس فنتريكل، بعد كده يطلع تشامبر تانيه هنسميها اتريوم. يبقى دي اسمها بالباس كورديس، دي اسمها فنتريكل، وده هيبقى اسمه ايه؟ اتريوم. في كونستريكشن في البالباس كورديس من فوق هيحصل تاني عشان يعمل حاجه اسمها ترانكاس ارتريوزس، اسمها ترانكاس ارتريوز. يبقى هيبقى ترانكاس ارتريوزس بالباس كورديس فنتريكل اتريوم. ترانكاس ارتريوزس بالباس كورديس اتريوم فنتريكل اتريوم. ماشي كلام. اخر تشامبر تحصل في الاتريوم، يحصل فيه كونستريكشن في الاتريوم من تحت وتكون تشامبر جديده اسمها ساينس فينوزس، اسمها ساينس فينوس. يبقى الهارت تيوب بتاعتك هتبقى الترتيب بتاعها من فوق لتحت ترانكاس ارتريوزس، ها قولوا معايا، بالباس كورديس فنتريكل اتريوم، واخر حته هتتكون من تحت. تعالي بقى اسمها ايه؟ ساينس فينوسس.
يبقى دي هتبقى ترانكس ارتريوزس بالباس كورديس فنتريكل اتريوم ساينس فينوس. يبقى اول تشامبر هتتكون هتبقى الفنتريكل والبالباس كورديس، واخر تشامبر هتتكون الساينس ايه فينوس. ماشي الكلام يا شباب؟ يا عم انت الكلام ده ما يخوفكش من حاجه، ما انا عندي الهارت، عندك الهارت بيبقى فيه ارتيريال اند من فوق وفينوس اند من تحت، والارتيريال اند بتاعتك دي عباره عن بالمونر ترانك واورطه اللي طالعين من الفنتر، صح الكلام؟ والاتريوم بعد كده داخل فيها الفينز. يا عم فيها ايه؟ ما الهارت تيوب بتاعتك بعد كده احنا هنلعب فيها دلوقتي، ونخلي الترانكس ارتريوزس بتاعتك ده يتقسم من نصين، واحد اورطه واحد بالمونر ترانك. ماشي الكلام؟ والبالباس كورديس والفنتركل دولك نخليهم الفنتركل. البالباس كورديس ندخل نصه في الارتريز ويعمل الفتحه بتاعه الارتريز، والنص الثاني ندخله في الفنتركل ويعملوا لك الفنتر. وبعد كده ده الاتريوم اهو، والساينس فينوزس دي نقوم مدخلها جوه الاتريوم. حد فاهم اي حاجه؟ يعني انت عندك دلوقتي الفنتركل اهوت، والفنتركل بتاعك طالع منه ارتريز. ماشي؟ الارتريز بتاعك ده اورطه وبالمونر ترانك، وادي الفنتركل بتاعك. صح؟ الفنتركل بتاعي ده عباره عن البالباس كورديس زائد الفنتركل. والارتريز بتاعتك دي هتبقى هتبقى الترانكس ارتري ارتريوز. الاتريوم بتاعك بقى فيه ساينس فينوس. احنا هنقوم زقين الساينس فينوس دي جوه الاتريوم ونضيعها جوه الاتريوم، ونقوم قاسمين الاتريوم ده لاثنين، وقاسمين الفنتركل ايه لاثنين. نخلي ده يتقسم لاثنين بسبتم، ولو عندك اتريوم كامل ده نقوم قاسمينه باثنين بسبتم. السبتم ده تسميه انتر اتريال سبتم، والسبتم ده نسميه ايه انتر فنتريكولار سبتم. والهارت يخلص. صعب؟ تعال بقى هنا اهوت، احنا اتفقنا ان الهارت بتاعك هارت تيوب بتتكون الاول في حته عاليه قوي، بتبقى في السيرفايكال بارت، بتبقى في السيجمنت او قصاد السومايت رقم 3 و4، بس بيحصل فيه الونجيشن وبتديسنت، وبتوصل لغايه الليفل بتاعه السومايت 17 و20. وهي بتديسنت وبتكبر كده قلنا ان هي هتخرج من البريكارديال ساك، بريكارديال ساك صغير وهي عماله تطول، فهتنسى نفسها وتطلع من البريكارديال ساك. قال لك لا، هوب يا عم فوق لنفسك. افوق لنفسي ازاي؟ يعني ايه؟ دبر راسك زي ما بنقول. انت عندك بريكارديال ساك صغير كده قدامك وانت ما تطوليش، فهتقوم عامله ايه؟ تقوم عامله فولدنج، هتعمل فولدنج. والهارت تيوب اتفقت معاكم المره اللي فاتت لو هي كده وعماله تكبر قلنا لها ما ينفعش، فتقوم عامله فولدنج. تقوم عامله فولدنج الناحيه اليمين، خلاص تتني ناحيه الايه اليمين عشان الهارت يروح ناحيه الشمال، عشان قلت لو هي اتنت ناحيه الشمال الهارت هيروح ناحيه الايه اليمين. فتبص تلاقي الهارت تشوب بدل ما هي عماله تطول كده. هو انا اللي برن؟ الهارت تيوب هيقوم عامله ايه؟ فولدنج. في الاول البالباس كورديس والفنتريكل هيعملوا زي حرف الاس كده، ترانكس ارتريوزس، خلي بالك بالباس كورديس، ودي تبقى مين؟ فنتريكل. ترانكس ارتريوزس بالباس كورديس، ودي ايه؟ فنتريكل. فين الاتريوم؟ اهي. فين في الاخر اخر حاجه اسمها ايه؟ حلو الكلام. بعد كده هيحصل تانية تحت، بحيث ان الاتريوم بتاعتك دي تيجي لورا، والساينس فينوزس تبقى الموست بوستيرو، وتقوم عامله لك حاجه زي حرف الاس كده. يعني كده تبص تلاقي ادي ترانكس ارتريوزس بالباس كورديس فنتريكل،
شايف الاتريوم هيطلع كده والساينس فينوزس هتبقى وراه. في الاخر الاتريوم هتقوم رايحه ورا الفنتريكل وتفرد نفسها ورا الفنتريكل بحيث انك انت يبقى عندك المنظر ده ترانكس ارتريوزس بالباس كورديس فنتريكل الاتريوم يبقى كده اتريوم يجي ورا كده والساينس فينوزس ما يبانش. ساينس فينوزس الدلق ورا ساينس فينوزس بقى ورا عشان الهارت تيوب تبقى عامله زي حرف الاس كده. دي البالباس كورديس والفنتريكل ودي هتبقى الاتريوم والساينس فينوزس ورا. ماشي كلام يا شباب؟ تعالى بقى كده اهوت نشوف الهارت تيوب من ورا. نشوف الهارت تيوب ايه من ورا. نيجي نشوف اخر حته في الظهر كده. هتشوف مين في الظهر؟ راكبه في ظهر مين؟ الاتريوم. حلو الكلام ده؟ انتوا كده مديني امن ان لكم فاهمين. ويا رب ما تضيعوا مني، خليكوا كده مكملين. لو انا بصيت من الظهر كده هبص على الاتريوم، لازق في الاتريوم من ورا اخر حته كده اسمها ساينس فينوز. صح؟ الفتحه بتاعتها كده باصص من الظهر. الاتريوم من قدام اهو، ده الاتريوم ودي هتبقى الساينس فينوزس. خلاص؟ ودي الفتحه بتاعتها من جوه، ما ينفعش اشوف الفتحه بتاعتها. هذه الساينس فينوزس زي ما انت شايف كده حضرتك منظرها فورمد اوف ايه؟ سنترال بارت في النص، وادي دراع وادي دراع. صح الكلام؟ فبنقول ان الساينس فينوزس فورمد اوف 3 بارتس، بودي وتو هورنز. بودي وايه؟ وتو هورن. ده البودي بتاعها وده هيبقى عباره عن الرايت هورن وده هيبقى عباره عن الليفت هورن. محدش يقول لي يا دكتور دي شمال ودي يمين، لان انا عامل كده. صح؟ باصص كده، فين يميني؟ اهو وادي شمالي. انما لو انا باصص من قدام هيبقى كده. واحد يقول لي يا دكتور جمال صباح الفل انت لسه ما فوقتش. لا انا فايق. اي نعم لسه صاحي من النوم، صاحي الساعه 9 ل 10 بس فايق. خلاص؟ يبقى هنا عشان انا باصص من ورا يبقى دي هتبقى الرايت ودي هتبقى الليفت وادي البودي في النص. القرعه دي البودي وادي هيبقى الرايت هورن وادي الليفت هورن. انما لو لفيت كده هيبقى ده الليفت وده الايه؟ الرايت. فاهم يا شباب؟ يبقى هنا الساينس فينوزس بتاعتك بتتكون من بودي ورايت هور وليفت هور. يا شباب مش دي اخر حته في الهارت تيوب من تحت؟ اخر حته في الهارت تيوب قلنا ان هي الفينوس اند، فهتريسيف كل الفين اوف ذا بودي، هتريسيف كل الفينز اوف ذا بودي. ماشي؟ كل هورن من الهورنز دولت اوف ذا ساينس فينوزس هتريسيف 3 فينز، هيوصل لها 3 فينز. واحد احنا عندنا الفيسلز كانت جايه منين؟ مش احنا كان عندنا انترا امبريونيك واكسترا امبريونيك؟ الاكسترا امبريونيك فيسلز دي كانت ايه؟ اكسترا امبريونيك كانت ايه؟ فيتال لاين وامبلايكال. ناسيين؟ فيتال لاين كانت اليوكساك وامبلايكال كانت في الامبلايكال كور. صح الكلام؟ يبقى هنا عندي فيتال لاين فين وعندي امبلايكال فين. وعندي بقى كده كمان في الانترا امبريونيك بلاد فيسلز في فين اسمه كاردينال فين، اسمه كومن كاردينال فين. كاردينال فين ده اللي هيدرين البودي، هيدرين الايه؟ الابر بارت اوف ذا بودي واللور بارت اوف ذا بودي. يبقى كل هورن من الهورنز دي يا شباب هتريسيف 3 فينز. يا رب يجي قلم ازرق كده بقى. فين كده اسمه فيتال لاين وفين اسمه امبلايكال وفين اسمه كومن كاردينال فين. هذا الكومن كاردينال فين متكون نتيجة اتحاد حاجة اسمها انتيرور كاردينال
وحاجة اسمها بوستير كاردينال فين. دولت اليمين، الناحية الشمال كومان كاردينال فين، انتيرور كاردينال وبوستيرور كاردينال، وده هيبقى الامبلايكال، وده هيبقى ايه فيتل لاين. حد فاهم حاجة؟ مش احنا قلنا ان دي الفينس سايد؟ الفينس سايد دي هتريسيف كل الفينز اللي هتصب في الاتريوم، لان كل الفينز بتروح في الاتريوم، رايت اتريوم، صح الكلام؟ مش انتوا خدتوا في الاناتومي سوبير فينا كافا وانفير فينا كافا، ده درينال بودي كله يروح في الرايت اتريوم. احنا هنا اهوت الحته دي الساينس فينوزس دي فاتحه في الاتريوم، خلاص؟ والساينس فينوزس متكونه من بودي وليف رايت هورن وليفت هورن، كل هورن من دول بيدخل فيه ثلاثه فينز. فيتلاين فين جاي من اليوك ساك، امبلايكال فين جاي من الامبلايكال كورد، بعد كده كومان كاردينال فين جايه من البودي. كومان كاردينال فين بتتكون من انتيرو كاردينال وبوستيرو كاردينال. انتيرو كاردينال فين ده بيدرين الابر بارت اوف ذا بودي، بوستيرو كاردينال فين بيدرين اللور بارت اوف ذا بودي. الاثنين يتحدوا مع بعض يعملوا كومان كاردينال، تقوم داخله في الايه في الهورن اوف ذا ساينس فينوس. ايه الصعب فيها؟ وحوالين اليوك ساك في فيتل لاين، ومن الامبلايكال جاي ايه امبلايكال فين. ماشي الكلام؟ انا عايز اشوف بقى الساينس فينوسس دي وهي فاتحه من جوه الاتريوم، اقوم قاطع الاتريوم من قدام وابص على الظهر بتاعه من ورا، اشوف البوستيرور وول. هي ما تجيش غير كده، معلش يعني ايه، انا مش بستحقركم ولا بستعيلكم انكم عيال هايفه وعيال عبيطه ما بتفهمش وجايب حاجات، بس هو الامبريولوجي كده والله على الكبير. حتى الالم ده الساينس فينوز، والكيس بتاعنا ده الاتري. احنا هنا من ورا شفنا الساينس فينوز ده، انا هنا عايز اشوف بقى الساينس فينوز وهو فاتح في الاتري من جوه، خلاص؟ يمضيني والاتريوم مقفول؟ ما يمضيني، صح؟ اجي ايش اسوي؟ نقطع الانتيرور وول، صح؟ نقطع الانتيرور وول؟ بلا مقص بلا نيله، قطعنا الانتيرور وول، شفنا مين بقى فاتح هنا؟ ساينس فينوس. الفتحه بتاعت الساينس فينوس في الاتريوم هنسميها ايه؟ ساينو اتريال اورفيس. اورفيس يعني فتح، هنسميها ساينو اتريال اوبننج. حلو الكلام؟ يبقى انت حضرتك لما تيجي تتجرأ وقلبك يطوعك وتقطع الاتريوم من قدام وتبص على الاتريوم كده، هتلاقي فيه فتحة عامله كده، الفتحه دي بتسميها ساينو اتريال اورفيس، ساينو اتريال اوبننج، ولا تزعلوا بدل اورفيس زعلان. حلو الكلام؟ formed of a of شكلها ازاي؟ slit like opening formed of two valves على اليمين وعلى الشمال، والاثنين valves دول متحدين مع بعض من فوق. ده هتسميه left venous valve، ده هتسميه right venous valve، والاثنين بتوع دولت يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها septum سوبيريوم. خلاص ادي الفتحه بتاعه الساينس فينوزس جوه الاتري، سليت لايك اوبننج فورمد اوف ليفت فينوس فالف ورايت فينوس فالف، الاثنين فالفز في الابر بارت هيتحدوا مع بعض وتعمل حاجه اسمها سيبتم سوبيريوم.
بص يا دكتور جمال، اللي انت عمال تقوله ده كله كلام فارغ وكلام تهريج. احنا مع لما جينا فتحنا الهارت في المشرحه لا شفنا رايت فينوس فالف ولا شفنا ليفت فينوس ولا شفنا الكلام الهبل اللي انت عمال تقوله ده. خلاص راح فين؟ راح فين دي اللي هي يعني جان وذ ذا ويند، ذهب مع الريح. لا هنقول عليه الفيت اوف ذا ساينس فينوس، الفيت اوف ذا ساينس فينوس، مصير الساينس فينوس. ماذا حدث في هذه الساينس فينوس هي والفتحه المقرفه بتاعتها اللي جوه الرايت اتريوم بتاعتك او جوه الاتريوم؟ احنا لسه مش رايت، دي كومن اتريال ايت شامبر، بس ايه هي بتبقى مزقوقه شويه ناحيه الايه اليمين. بص يا رجال ده اسمه ايه؟ رايت هورن. وده اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ دي كومن كاردينال فين، وده انتيرو كاردينال وده بوستيرو كاردينال. الانتيرو كاردينال فين بتاعك ده بيدرين الابر بارت اوف ذا بودي، مش كلام؟ لسبب ما هناخده في الاخر في حاجه اسمها الفيتال سيركيوليشن، بيحصل في شنت اوف ذا بلاد فروم ذا ليفت تو ذا رايت سايد. خلاص شنت للبلاد فروم ذا ليفت تو ذا رايت سايد. انا عشان ما لخبطكوش بالرسمه دي هاخدها من قدام بقى. خلاص هاخدها ايه من قدام من العدل عشان يبقى اليمين يمين والشمال شمال. خلاص يبقى انا عندي هنا اهو ده البودي بتاعك، وده هيبقى عباره عن ده هيبقى الليفت هورن عادي، وده هيبقى الرايت هورن، وده هيبقى عباره عن مين؟ البودي. دي كومن كاردينال فين، ده انتيرو كاردينال وده البوستيرو كاردينال. ادي الكاردينال فين بتاعتك، ادي انتيرو كاردينال وادي بوستيرو كاردينال. لسبب ما بيحصل في شيفت للبلد فروم ليفت تو ذا رايت. خلاص البلد بيروح من الشمال لليمين. لما البلد يروح من الشمال لليمين كده اهو، كميه البلد اللي هنا هتبقى كتيره قوي، الكومن كاردينال فين بتاعتك اليمين هتكبر قوي، تقوم رايحه على الرايت هورن بتاعك، تخلي الرايت هورن بتاعك يكبر قوي عشان البلد فيه كتير. خلاص انما هنا البودي والليفت هورن بتوعك الزباين بتاعته قليله، الزباين بتاعته ايه قليله، فهيقوم يصغر. نتيجه لهذا الشيفت هتبص تلاقي البودي بتاعنا هيصغر، الليفت هورن بتاعنا هيصغر، الرايت هورن هيكبر قوي، الرايت هورن شوف بقى قد ايه، والبودي بقى صغير والليفت هورن بتاعك بقى صغير. ليه؟ علشان الشيفت اوف ذا بلاد فروم ذا ليفت تو ذا رايت. حلو الكلام. بعد كده تعالى يا عم، الرايت هورن بتاعك ده الكبير قوي ده هيخش في الحته بتاعت الاتريوم اللي هتبقى رايت اتريوم، هيخش في الحته اللي على الناحيه اليمين دي ويبقى ابزوربد مع الرايت اتريوم عشان يكون لك البوستيرو ريسموس بارت اوف ذا رايت اتريوم. صباح الخير، صباح الفل. هفكركم تاني، انتوا عيال متعبة. دي الرايت اتريوم صح؟ ده كان سوبير فينا كافا وده انفير فينا كافا. جينا قلنا نيجي نفتح شباك هنا ونقلب الرايت اتريوم كده صح؟ لقينا الرايت اتريوم بتاعتك ده فورمد اوف بوستيرور سموث بارت وانتيرور راف بارت، والاثنين سيبريتد من بعض بالكريستا تيرميناليس، وهنا في حاجه اسمها ماسكولاي ايه بيكتيناتي. ما خدتوش الانتيرور في ظهرت لسه ولا خدتوه؟ خدتوه في المشرحة هنا. طيب نظر هنا كريستا تيرميناليس وهنا ماسكولاي بيكتيناتي وده البوستيرور سموث بارت بتاعك. من اين اتى هذا البوستيرور سموث بارت؟ من الرايت هورن الكبير بتاعك ده. خلاص
الابزوربد رايت هورن اوف ذا ساينس فينوس. ابزوربد رايت هورن اوف ساينس فينوس يدخل في الرايت اتريوم ويعمل لك البوستيرور سموث باث. حلو الكلام. هنا نعمل رسمه بقى اشيك شويه. لو ده الرايت هورن كبر وده هيبقى البودي وده الليفت هورن. ده الرايت هورن يا رجاله. الرايت هورن بتاعك هيخش جوه الاتريوم ويعمل لك البوستيريور سموث بارت. طب الرايت كومن كاردينال فين دي هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك اللور بارت اوف سوبيريور فينا كافا. مش ده السوبيريور فينا كافا؟ ده اللور بارت اوف سوبيريور فينا كافا. فاتح في مين هنا؟ في السموث بارت. مش ده السموث بارت؟ وده هيبقى الكاردينال فين. يبقى دي هتبقى اللور بارت اوف سوبيريور فينا كافا وده بقيه السوبيريور فينا كافا. معايا؟ يبقى ده هيبقى بقيه السوبيريور فينا كافا اللي هو الانتيريور كاردينال فين. والكومن كاردينال بتاعتك دي هتبقى اللور بارت اوف سوبيريور فينا كافا اللي هتفتح في مين؟ في السموث بارت. صح الكلام؟ ده هيبقى عباره عن ايه؟ فيتال لاين. وده هيبقى امبلايكال. الرايت امبلايكال بتديسابير. في الاول خالص اتفقت معاكم انه بيحصل في عندك في الامبلايكال فيسلز اربعه. اثنين ارتري واثنين فينز. واحد بيضيع اللي هو الرايت امبلايكال فين وبيبقى عندك في فين واحد بس ليفت امبلايكال. صح الكلام. يبقى الليفت بيبقى الرايت امبلايكال فين ده بيضيع. امال الفيتال لاين فين بتاعك ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك الاوبننج اوف ذا انفير فينا كافا. مش دي انفير فينا كافا؟ فتحه الانفير فينا كافا دي معموله بالرايت فيتال لاين فين. ما دي الاناتومي بتاعه اهو. يعني انا ما ضيعتكوش ولا ضيعته كده. الاناتومي بتاعك اهو. دي السموث بارت فيها السوبير فينا كافا من فوق وفيها انفير فينا كافا من تحت. ما هو الرايت هورن اهو وادي الكاردينال فين وادي الفيتال لاين فين. الرايت هورن السموث بارت اوف ذا رايت اتري. كومن كاردينال فين اللور بارت اوف سوبير فينا كافا. الرايت فيتال لاين فين الفتحه بتاعت الانفير فينا كافا. هنا مفيش. تعالى على الناحيه الشمال. هتفضل عندك ده البودي وده هيبقى الليفت هورن. ماشي الكلام. وعندك ده هيبقى امبلايكال وده فيتال لاين فين. اخلص من الاثنين دولت بيحصل فيه ديسكونكشن بينهم وما بين الليفت هورن. خلاص الامبلايكال والفيتال لاين الشمال ما في بيحصل فيه ديسكونكشن. يبقى فاضل عندك حتتين. الحتتين اللي ناقصين بتوعك دولت اللي هم او ثلاثه البودي والليفت هورن والليفت كومن كاردينال فين. ماشي. البودي والليفت هورن بتاعك دولت بيعملوا حاجه اسمها كوروناري ساينس. في بلاد فيسل كده صغير لما تقلب الهارت تلاقي مكانه ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريك. من ورا تنشن عليه بالظبط كده. تقلب الهارت تلاقي في حته مربعه داخل فيها أربعة فينز اللي هم البلمونري فينز ما بين الليفت اتريوم وما بين الليفت فنتريكل. هتصطاد حتة ارتري فين كبير كده بيريسيف كل الفينز اوف ذا هارت قبل ما يفتح في الرايت اتريوم. اسمه كروناري ايه ساينس. مش كلام. بعد كده الليفت كومن كاردينال فين دي بتعمل فين صغير كده اسمه الاوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم. اوبليك فين اوف ليفت اتريوم. عم الحاج جمال فاضل في حته هنا اهي اللي هي مين؟ رايت فينوس فالف وليفت فينوس فالف وسيبتم سوبيريور. بص يا رجاله دي الرايت فينوس فالف. الابر بارت بتاعها هيبقى كريستا تيرمينالس. كريستا تيرمينالس. اللور بارت بتاعها هيبقى الفي الفالف اوف inferior vena cava زائد coronary sinus.
هنا مش انت عندك ده انفير فينا كافا وهنا في كروناري ساينس دي فتحة الكروناري ودي فتحة الانفير فينا كافا ودي مين هنا في فالف رودومنتري فالف نوت فانكشنالنج وهنا في فالف تاني يا شباب التلاتة دولت ان لاين ويز ايتش اذر ولا لا كريستا تيرميناليس الفالف اوف ذا انفير فينا كافا الفالف اوف ذا كرونري ساينس خلاص دولت كلهم طالعين من هنا كريستا تيرميناليس الابر بارت الفالف اوف ذا كرونري ساينس والانفير فينا كافا من اللور بارت اوف ذا رايت فينوس فالف الليفت فينوس فالف والسبتم سوبيريوم دولت هيروحوا فين هيبقى فيه هنا دي الحته اللي هتبقى مش انا كل ده الكومن اتريال تشامبر الحته دي هتبقى عباره عن الرايت والحته دي هتبقى ليفت وفي هنا هيطلع لك حاجه اسمها انتر اتريال سبتم الليفت فينوس فالف ده مع السبتم سوبيريوم هيخشوا في الفورميشن اوف ذا انتر اتريال سبتم هل تبقى عندي شيء من المدعوه ساينس فينوزس الله يرحمها دي راحت وثابت جيل من وراها او ثابت بقايا من وراها عديدة هنفتكرها بكل خير خلاص sinus venosus دي ايه give an account on the sinus venous سؤال نظر ماشي سؤال نظر كده نرزعك حتة سؤال نخليك ايه بني ادم تعرف تكتب ويقولك give an account on the sinus ايه venous sinus venosus هتقول ان هي it is the last chamber in the heart tube صح it open in the common atrial chamber هتبقى formed of body and two horns. Each horn receives three veins. Umbilical vein with a line vein, common cardinal vein. حلو الكلام؟ بعد كده the common cardinal vein formed of the anterior and posterior cardinal vein. Sinus venosus open into common atrial chamber, opening اسمها sinoatrial orifice. هذه sinoatrial orifice. Surrounded by or formed by right venous valve or left venous valve at the upper end united to form septum superior. Feet of the sinus venous. خلاص. Right horn of sinus venous forms the posterior smooth part of the right atrium. The body and the left horn form the oblique the coronary sinus. صح؟ بعد كده هوت هتبقى في عندك ال right common cardinal vein forms the lower part of superior vena cava. الرايت امبلايكال فين ديسابير الرايت فيتيلان فين فورمز ذا لوور بارت او الاوبننج اوف ذا انفير فينا كافا الليفت كومن كاردينال فين فورمز ذا اوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم الليفت والرايت امبلايكال فين ديسابير هات الساينس فينوس حد فاهم حاجه اللي ما فهمش يبقى يرجع ثانوي عامه تاني ماشي الهارت بتاعك فورمد اوف 3 لايرز ثري لاير بتوعك اتفقنا ان هما مين اندوكارديوم وبيريكارديوم و حتى ما في ليزر ادي الاندوكارديال هارت تيوب ابر اند ولور اند والابر بلاش اراجع امشي ولا اخش في الانتر اتريال سيبتم خش في الانتر اتريال سيبتم ولا تكفى كده النهارده والله كده هتضيعونا يعني كده بندي كميه قليله جدا قليله مره يعني ما انا عارف الدكتور افضل جاي هو ماشي خلاص اوكي بس كده يعني يعني احتمال اكتر من 90% هحتاج محاضره اكسترا عادي يا دكتور ولا يهمك مش كده المهم نفهم انا برضو بصوا يا جماعه والله انا طول عمري كده انا المهم ان احنا نفهم يعني انا عندي السلايدز موجوده والكلام موجود كل الكلام ده ما ياخدش 10 دقايق بالظبط والله ما ياخد ازيد من 10 دقايق ربع ساعه صباح الفل ادي الهارت تيوب ادي الكونستريكشن بتاعتك اول حاجه اسمها الايه البالباس كورديس الثانيه فنتريك الثالثه اتريوم بعد كده ادي هيحصل فيه البندنج ترانكاس ارتريوزس وال الكونس ارتريوزس ده اللي هما بنسميه البالباس كورديس بعد كده ادي الفنتريكل وشايف ادي الاتريوم بتاعتك اهي وبعد كده اخر حته الساينس فينوزس وادي الهارت تيوب بتاعتك بعد ما يحصل فيها البندنج ادي ترانكاس ارتريوزس ادي البالباس كورديس البالباس كورديس في ناس تانية في ناس بتكتبها اسمها كونس ارتريوزس ها فالكونس هو البالباس
بعد كده ادي البريميتيف فنتريكل بتاعتك وادي الاتريوم. شايفين الاتريوم فتحت ازاي؟ فين الساينس فينوزس؟ تمام، ده هيبقى البيريكارديال ساك والهارت تيوب بتاعتك هتتزني جواه. شايف المنظر الجميل ده؟ المنظر الحلو ده في ميكروسكوب كده اسمه سكاننج الكترون ميكروسكوب. في الميكروسكوب الكترون ميكروسكوب نوعين، في حاجه اسمها ترانسميشن الكترون ميكروسكوب وحاجه اسمها سكاننج. السكاننج ده اللي بيصور من بره، ها بيصور السطح بس ما بيخشش جوه، يعني يشوف بالسطح من بره. فدي هارت تيوب مصورها من بره، منظر في منتهى الجمال اللي في الدنيا بصراحه. شايف الاثنين اتريوم عاملين ازاي؟ ودي هتبقى الترانكاس ارتيريوز، ودي البالباس كورديس، وادي الفنتر، ماشي، وادي البريكارديال ساك مفتوح. المهم دي صور متكرره عشان توريك عمليه الايه الفولدنج. شايف المنظر ده بقى قريب، اللي كان صغير على اليمين ده منظر في منتهى الجمال في الدنيا، سكاننج الكترون ميكروسكوب. ده البريكارديوم مفتوح، ادي رايت اتريوم، ودي الحته الصغيره اللي بنقول عليها رايت اوريكل، وادي الليفت اتريوم. الليفت اوريكل هو اللي باين من قدام، وادي البالباس كورديس والفنتريكل. الاثنين دولت هيعملوا لك الفنتريكل بتاعك ويتقسم بانتر فنتريكولار ايه سيبتا. مين دي؟ مين ده؟ دكتور عوضك. يلا شايفين الرسمة دي اهي صح؟ ها؟ اللي على اليمين دي فوق اهي اهي ايه؟ الرسمة بتاعتي احسن منها صح؟ طب يلا خلاص طالما